فيش. أنا سليم. أنا عايش مموتش. حكم الإعدام اللي اتنفذ ده كان لعبة. عملتها عشان أقدر أهرب. ما تزعليش مني. بس كان لازم أعمل كده. أنت كان لازم تبقي متأكدة إن أنا مت بجد. عشان ما تتأذيش. وحشتيني يا غادة. لكن أنت كنت، أنا استلمت جثتك. يعني أنت لما كنت معايا في العربية كنت عايش. طب ده أنا دفنتك. أنا مش قادرة أفهم حاجة. يعني أنت كنت عايش وسبتني أفتكر إنك ميت كل ده. طب ليه عملت كده؟ ليه خليك تعمل كده؟ ولو كنت حاولت اكلمك او اوصلك كانوا هيعرفوا، وساعتها كانوا هيفتكروا ان انت معايا او بتساعديني. انا كنت خايف عليكي. اللي عملته ده عملته علشانك. صدقيني علشانك وخايف عليكي. انت عايز تفهمني ان انت عملت كل اللي عملته ده علشاني؟ انا علشانك طبعا. امال عشان مين؟ انت مراتي وحبيبتي. مش عايز اسمع الكلام ده. انا مش عايز اسمع الكلام ده. مش بعد كل اللي قعدت تقول لي مراتي وحبيبتي ما تقوليش كده. امال اقول لك ايه؟ ما هو انت مراتي. انت الحاجه الوحيده اللي خلتني مستحمل كل اللي فات. انت الحاجه الوحيده اللي انا عايش عشانها لغايه دلوقتي. غاده، فين دبله جوازنا؟ انا قلعتها ورميتها من لما بقيت أرملة. معلش، أنا عارف إن اللي بيحصل ده كله صعب عليك إنك تفهميه. مش صعب عليك إنتي بس، صعب على أي حد. عشان كده أنا مقدر. مش عايز منك أي حاجة. بس أنا بحبك. مش عايز منك حاجة. بس بلاش تجيب سيرة لحد اللي احنا اتقابلنا، ولا اي حد يعرف ان انا لسه عايش. ترجعي حياتك وتعيشي بشكل طبيعي جدا عشان محدش يشك فيكي. اسليم لو سمحت، انا عايز اروح من هنا دلوقتي حالا. انا عايز اروح حالا. امسك التليفون ده. دي الطريقة الوحيدة اللي أقدر أوصل لك بيها، لأن أكيد كل تليفوناتك متراقبة. بصي لي. عشان خاطري حاولي تسامحيني. عشان خاطري. ممكن أمشي؟ ودي عند عربيتها. عندك حق يا حمزة. أنا كمان فكرت في موضوع إن الوزارة مخترقة
وفيها حد هو اللي بيساعد سليمة انه يهرب. حد مين يا فندم؟ ما هو لو في حد فينا ساعد سليم على انه يهرب لازم يكون على اعلى مستوى، والا ما كانش اكبر عشماوي ودكتور السجن انهم يساعدوا سليم انه يهرب. انا عارف، لكن اللي مش عارفه لحد دلوقتي هو مين. ده السؤال بالظبط يا فندم. الا كده سليم هيعرف اي حاجه نعملها حتى قبل ما نعملها، هيبقى استحاله ان احنا نقبض عليه. خليكم انتوا الاثنين ورا حسن وسيبوا لي انا موضوع سليم، انا عارف اعمل فيه ايه. غادة، كنت فين لحد دلوقتي؟ ما بترديش على الموبايل ليه؟ كلمتك يجي 100 مرة. عادي يا ماما، كنت حاطاها سايلنت عشان كنت في الشغل، ولما جيت امشي لقيت العربية عطلانة ومش راضية تدور. تقومي تتأخري لحد دلوقتي؟ لحد ما رحت البنزينة ولقيت حد يصلحها لي، يعني خدت وقت. كنت خدتي تاكس أو على الأقل كلمتيني عشان ما أقلقش عليك. وتقلقي ليه يا ماما؟ هو في إيه يقلق؟ إيه مالك؟ في إيه؟ معلش يا ماما، حقك عليا، أنا تعبانة ومش نايمة من امبارح ومحتاجة أدخل أنام. تصبحي على خير. ايوه ايوه، لحظه واحده. ساتر يا رب. ايش؟ طيب طيب، حل حل. انت فواز عبد الرحيم؟ ايوه. تعال معانا. طب بس اغير. يلا تعال معانا هتوه. تعال. عايز تفهمني ان لحد دلوقتي لا جالك ولا اتصل بيك؟ يا سعاده البيه، بالعقل كده، سليم ابني مات ودفنته بايديا دول، يبقى هيجي يزورني ازاي يعني؟ بقول لك ايه، الفيلم ده تعمله على واحد تاني، انا وانت عارفين كويس قوي ان سليم لسه عايش، يبقى ملوش لازمه الشغل ده معايا. عايش ازاي؟ ده حكم اعدام ومات، الله يرحمه. بقول لك عايش ايه؟ انت ما عندكش الاسوانه المشروخه دي هتشغلها لي كل شويه؟ اسمع يا عم الحاج، انت راجل كبير وزي ابويا، يعني ما انتش حمل بهدله، انت عارف كويس قوي ان انا هجيبه، يبقى تتكلم وتجيب من الاخر ودلوقتي. انا قلت لك كل اللي عندي، سليم مات. يعني قالك ما يعرفش حاجه؟ كنت متوقع كده. طب بقول لك ايه؟ حالته الصحيه عامله ايه؟ طب خلاص سيبه يمشي. ايوه يروح. مش هتعرف تطلع منه بحاجه اكتر من كده. بس بقول لك ايه؟ يفضل تحت المراقبه 24 ساعه، لو سليم حاول يروح له او يتصل بيه اعرف على طول. ماشي. دخل الحاجة جوه. جبت لك كل اللي طلبته. طيب تمام، بس أنا مش هبدأ شغل دلوقتي، عايز ألحق حسن، حمزة زمانه بيدور عليه. تعمل معاه إيه؟ هشوف. قول لي يا سليم، أنت ناوي تعمل إيه مع حمزة بالظبط؟ لو واحد قتل لك ابنك تعمل معاه إيه؟ ماشي، حقك، بس ما تخلوش يلهيك على اللي احنا بنعمله. اللي احنا داخلين عليه يا سليم اهم من حمزه ومن كل اللي وراه.
وما تنساش كمان ان هو الوحيد اللي عارف يقبض عليك قبل كده. عشان كده مش هخليه يهدى ويفكر. اخليه يفضل يلف حوالين نفسه لغايه لما يدوخ ويقع. ساعتها يبقى نقعد ونتحاسب. مش هتأخر عليك. نمت كويس؟ يعني تاني؟ جرايه يا حمزه، انت ما سمعتش الدكتور قال لك ايه ولا في ما حكايتك ايه؟ اطلب لي قهوه. قهوه ايه يا عم؟ الصبح افطر الاول، استنى اطلب لك فطار. اطلب لي قهوه بس يا بهاء. حسن دكتور السجن طلع ان ليه اتنين قرايبه ساكنين في القاهره، وطبعا اكيد هو مستخبي عند واحد منهم. جبت لكم العنوان بتاعتهم اهو. انت واحد وانا واحد، ها؟ يلا بينا.